من الرياض معي دكتور سامر الأشطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور سامر. إذا نتحدث عن هدف رئيس للمملكة العربية السعودية احتواء هذه الأزمة الخطيرة، هل ممكن أن نعلم تفاصيل إضافية عن الفريق الذي سيشارك بهذا الموضوع والمراحل التي يرسمها لهذه الخطة؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. حقيقة تم تشكيل هذا الفريق لأجل رصد الحالات وكذلك العمل على وضع برامج التدخل، وبدأ العمل حقيقة بدأ العمل بناء على خطة مشتركة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية وكذلك المنظمات الدولية ووزارة الصحة والإسكان اليمنية والحكومة الشرعية. أهم معالم ومحاور هذا التدخل لمعالجة واحتواء المرض تكمن في 4 محاور. أولا تعزيز التشخيص الصحيح للمرض، ثم بعد ذلك تعزيز برامج التداوي أو العلاج، وتعزيز برامج السيطرة، وتعزيز برامج الوقاية. في مجال التشخيص سوف يتم تزويد المستشفيات والمراكز بما يسمى ما يحتاجونه من أدوات أو وسائل للتشخيص الصحيح لهذا المرض. أما بالنسبة للعلاج فقد تم تحريك بإذن الله عز وجل 20 شاحنة تحمل ما يكفي من السوائل والمضادات الحيوية وكذلك المستلزمات الطبية لما يكفي لحوالي 50,000 مريض في الداخل اليمني. سوف يتم توزيعها في مختلف المناطق حسب الاحتياجات بما فيها صنعاء والأماكن التي يسيطر عليها الحوثيين من خلال شركائنا في منظمة الصحة العالمية وكذلك الIMC المنظمة الطبية الدولية وكذلك اليونيسف. أي مناطق يستهدفها هذا الفريق بالبداية على الأقل؟ طبعا هناك تقارير ترد بشكل يومي للمركز وللفريق، بناء عليها يتم تحديد الاحتياجات والأولويات. طبعا من أولى المناطق هي في الأساس منطقة صنعاء وأمانة صنعاء وصنعاء العاصمة، وللأسف هذه المدينة المنكوبة التي تخضع لسلطة الحوثيين والإنقلابيين تعاني من أزمة الآن ومن وباء حقيقة بدأ يتفشى بسبب الحقيقة أولا عدم وجود مياه صالح للشرب، تلوث المياه، تلوث كذلك البيئة، انتشار النفايات، عدم التخلص منها بشكل سليم، وكذلك يعني ما نسميه العدوى بين الأشخاص صحيح المصابين. سنقف دائما على جهود هذا الفريق ومبادرات السعودية دائما. من الرياض دكتور سامر الأشطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرا.